ثقافة تتناقلها الأجيال، أطفال يحلمون باستكمال ما بدأه آباءهم، وشباب يستمرون بالهتاف لثورة بدأت منذ 11 عاما وما زالت مستمرة في نفوس السوريين. في الذكرى 11 على انطلاق الثورة، أقامت منظمة الرواد حفلا بفعاليات مختلفة على مسرح بلدية شاهين بي في ولاية غازي عنتاب، بحضور شخصيات ثورية وجمع غفير من أبناء وأهالي الشهداء ومشاركة من شخصيات تركية للتأكيد على أخوة الشعبين. اليوم الأخوة السوريين يحتفلون على مرور 11 سنة الثورة السورية التي بدأت في سنة 2011. فطبعا كتركيا نحن أهل وأخوة ولدينا علاقات تاريخية والعلاقة العائلية، وطبعا يعني لدينا عادات وتقاليد مشتركة، فنحن نرحب الأخوة السوريين وطبعا نضم صوتنا بصوتهم لأنهم طلبوا فقط الحرية والعدالة والمساواة. تنوعت فعاليات الاحتفال بين مسرحية شعرية ومقاطع غنائية للأطفال الرواد وفقرات غنائية أخرى أعادت للحاضرين ذكريات التظاهر والشعارات التي رفعت منذ عام 2011 حتى اليوم، كما حملت ذكريات لشخصيات خاضت الكثير من فصول الثورة متمنين الخلاص والعودة إلى سوريا الحر. بالتأكيد طموح الشعب السوري ما زال مستمر وما زلنا مستمرين حتى إسقاط هذا النظام. 11 عام مضت، مليون شهيد، ملايين المهجرين والنازحين، وما زال الشعب السوري مصمم على الاستمرار في ثورته حتى إسقاط هذا النظام وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية لكافة مكونات الشعب السوري والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين. إحياء ذكرى الثورة تقليد دأب عليه السوريين كل عام في محاولة للإبقاء على صوت المطالب مرتفع، وصيحات حتى في بلاد المهجر تنادي بحرية الشعب السوري ومواجهة آلة القتل والخراب وما خلفته حرب الأسد على المطالبين بسوريا بلا استبداد.